كنت في بيروت زو، فقلت هنعدي على مين؟ على احمد ابو ذكري. طبعا هو احمد ابو ذكري واقف وسايب المكتب، تنازل المكتب بتاعه عن الاولاد عشان خاطر يقعد عليه، ربنا يكرمه. لو تفتكروا احمد ابو ذكري اللي عملنا معاه اللايف عن الانتصار التركي والانتقال للحياه التركيه، فكنت ليا قريبتي في بريطانيا هي طلعت معايش، فبتقول لي اسمع شوفي موضوع شقه عشان خاطر بتفكر تنقل في تركيا بقى وتقعد في الطبيعه كده، فقلت مين هيساعدني؟ فاحمد قال لي ايه؟ حنينه والله، ربنا يجزيك خير يا احمد. انا كنت عايز اعرف صحيح المتابعين بتوعي في اللايف اللي فات رد فعلك ايه؟ عندي متابعين جميلين ولا لا؟ والله يعني الحقيقه في كم عدد لا باس به من الناس تواصل معانا الحمد لله. ناس كانت بتسال عن موضوع الانتقال في تركيا والحياه والمدارس والتعليم، وناس كانت مقرره ان هي تاخد الجنسيه التركيه. بس الحقيقه يعني اسماء في عميل استاذ جامعه تحديدا، يعني الراجل محترم جدا جدا، شكر فيكي بشكل كبير وقال اسماء يعني بالنسبه ليا، يعني يقول لي حتى اثناء الكلام يعني انا نفسي بناتي يبقوا زي اسماء، يعني محجبه ومنطلقه وبتتحرك وما شاء الله ليها دور يعني على السوشيال ميديا وكده. والراجل تواصل معانا الحمد لله وعملنا معاه شغل كويس. يعني هو بيتابعني انا؟ بيتابعك انت، ويعني لما انت عملت لنا الريكومنديشن ده الناس الراجل تواصل معانا يعني هو وبناته تقريبا كمان الاسره كلها بتبقى. طب يعني اللي الناس اللي تواصلت معاك كانوا عايزين الجنسيه ولا عايزين استثمار اكثر اللي عندي؟ والله في عدد لا باس به من الناس المقيمين كمان في اوروبا وامريكا، اللي هم بيدوروا على وطن لاولادهم على المدى البعيد، او يبقى في بلان بي لو هو اولاده بداوا يكبروا وبيفكر في مكان شويه اكثر. كلنا بنفكر في نفس الفكره. الحقيقه يعني في ناس تواصلت معانا عشان موضوع الجنسيه، وفي كمان ناس من المقيمين في الخليج جم هنا واشتروا عقارات عشان يبقى شيء استثمار وسكن ليهم. انا والله بجد فخوره بيك يا احمد ان انت رفعت راسك. الله والله العظيم ربنا يعلي مقاته ربنا يبارك. الاولاد ما شاء الله خلاص يعني قرروا يشتغلوا معانا هم دلوقتي على منصب المدير على طول يعني. انا كمان حبيت اشكره عشان خاطر المره اللي فاتت في اللايف لو تفتكروا ادى عرض خاص للمتابعين بتوعي الاول 30 متابع، بجد كانت حركه لطيفه والناس جدا شكرتني عليها. انا هسيب لكم رابط اللايف اللي احنا عملناه عشان خاطر ما كنتش تابعتوه تشوفوه تاني ونستغله المره دي برضه، يعني ممكن استغله في 10 كمان بجد. 10 اشخاص لو حبوا يتواصلوا معانا ان شاء الله نعمل معاهم سيشن فيديو وندردش معاهم فكره الانتقال لتركيا، او فكره ان هو عاوز يستثمر هنا، او عايز يحصل على الجنسيه التركيه كمان. مجانيه؟ مجانيه ان شاء الله. طب يتواصلوا ازاي؟ هنسيب الرابط. الرابط وهيبقى فيه رابط فايل معين هم بيعبوه، الشباب في الماركتنج والسيلز بيتواصلوا معانا بنرتب القصه ديت ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. اخذنا 10 كمان. نورتينا والله يا اسماء. والله ربنا يكرمك وساعدنا بزياده. طب تعالى اعزمك على سمك. لا احنا نعزمك على غدا. لا اعزمك على سمك، سمك وغدا ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمك يا ولاد. يلا قوموا من على المكتب عمو. انتوا عارفين ان في تركيا يا جماعه عيب جدا ان المنظر ده اللي حصل؟ والله في تركيا لو انت دخلت قعدت على مكتب المدير بيبقى بيتفهم ان انت طمعان في المنصب بتاعه. فالكرسي ده ما ينفعش ابدا حد يقعد عليه. ما انا عارفه ان هو الاولاد والجو ده. فيعني شكرا ان هو والله يوفق لهم ان هم يقعدوا عليه. الله يكرمك. السلام عليكم.